السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم من جديد في قناتكم فريدة شانيل. فضلا وليس أمرا، إذا كنتم من الزوار جدد لا تنسوا دعمي باشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد. في هذا الفيديو إن شاء الله سنرى طريقة تأكيد تسجيل بالمعهد الوطني للتهيئة والتعمير على comment confirmer la préinscription à l'INO 2020. Alors d'abord كاينين أربعة ديال المراحل. على ديزا دازت المرحلة الأولى اللي هي بخانسكريبسيون سيغ لو سيت، يعني التسجيل القبلي. على دازت المرحلة الثانية ديال سيليكسيون اللي كنت درت فيديو على نتائج ديال الانتقاء. الآن المرحلة الثالثة وهي كونفيرماسيون دو لا بخانسكريبسيون، يعني تأكيد التسجيل. ومازال المرحلة الثالثة، ألوغ اللي غيديرو التأكيد ديال التسجيل غيدوزو المرحلة الثالثة اللي هي لانسكريبسيون فينال. بالنسبه للمرحله الثالثه ديال كونفيرماسيون دو لا بريانسكريبسيون، لي كونديدا غوتوني او نيفو دو لا سيليكسيون سون توني ا كونفيرمي لور بريانسكريبسيون سور لو سيت ويب دو لانستيتو. على بالنسبه للي مقبولين في الالتقاء، هل خصهم ضروري يديروا تاكيد ديال التسجيل عبر البوابه اللي غادي نشوفهم من بعد، على بي مل الفورميلير يعني استماره من 8 حتى 11 وتنبير 2020 مع 4 مساء. اذا اخر اجل غتبدا اليوم، واخر اجل هو 11 وتنبير 2020 مع 4 ديال العشيه. على السيت دو سيت كونفيرماسيون لا كوميسيون دو ليكزامان ديفيني لا ليست فينال دي زادمي بار اورد دو ميريت. على من بعد هاد التاكيد ديال التسجيل غتكون لجنه اللي غتحدد النهايه لائحه المقبولين، اللائحه النهائيه للمقبولين بيان سور على حسب الترتيب ديال الاستحقاق. على بالنسبه للمرحله الرابعه واللي هي لانسكريبسيون فينال، على لا ليست فينال دي زادمي اغيتي او 50 برومي كانديدا au maximum accompagné de la liste d'attente des candidats classés par ordre de mérite. على بالنسبة للمرحلة الرابعة، راه تكون عندنا لا ليست فينال وغيكون لا ليست ديال اتونت، يعني لائحة رسمية وغيكون لائحة ديال الانتظار. بالنسبة لا ليست دي 50 برومي كونديدا ادمي سوغا افيشي لو لاندي 14 سبتمبر. بالنسبة للائحة الرسمية ديال 50 مترشح او مترشح الاولى غتكون 14 تنبير 2020. على دوني لو كود لينو اي سور سون سيت ويب eno.ac.ma، يعني اللائحه يعني البوابه الرسميه ديال المعهد الوطني للتهيئه والتعمير. على بالنسبه لمزيد المعلومات يمكنكم تصلوا على هاد الارقام. الان بالنسبه لطريقه ديال تاكيد التسجيل، على خلي لكم الرابط في الديسكريبسيون ديال الفيديو. لقى هنايا كونفيرمي او لا كونفيرماسيون دو لا بريانسكريبسيون كان افي دو كونكور او بريزونطاسيون دو لا فورماسيون ديالو. بالنسبه اللي بغى مزيد معلومات على حساب البريزونطاسيون ديال اينو يمكن لكم تطلعوا على المعلومات اللي هنا. هذا بالنسبه لافي دو كونكور اللي شفنا. بالنسبه لا كونفيرماسيون دو لا بريانسكريبسيون كليكي على لا كونفيرماسيون دو لا بريانسكريبسيون. هنا كونفيرماسيون دو لا بريانسكريبسيون كونكور داكسي لا بروميير اني ماردي جيسكا 11 septembre 2020 à 16h, délai de rigueur. Alors après, pour confirmer votre préinscription, saisir les logins et mots de passe utilisés lors de la première phase. Alors, nous allons faire saisir les mots de passe utilisés lors de la والمود مود باس ايضا اللي درتو به التسجيل قبلي. راه تكتبوا هاد الحروف والارقام على سيزير لي كاركتير سي كونت، ومن بعد تكليكي على فاليدي. الوغ غادي تكتبوا اسم ديال المستخدم، كلمه المرور، وهاد الارقام والحروف، ومن بعد كليكي على فاليدي. على من بعد كنلقى هاد الواجهه، على كتعطينا معلومات شخصيه على المترشح او المترشحه. هل عندكم هنا جوج ديال الحق، جوج ديال الاختيارات، اما كديروا التاكيد ديال التسجيل القبلي او ديروا انيلي التسجيل القبلي. على بالنسبه اللي مازال باغي مباراه ديال اينو يدير جو كونفيرم، وبالنسبه اللي ديجا تقبل مثلا شي مباراه اخرى ديال المدارس الاخرى يمكن لي يدير انيلي وعاد يدير فاليدي باش يخلي حتى لي بلاص ديال المترشحين اللي مازال باغيين هاد المباراه. على بالنسبه اللي باغي يدير التاكيد ديال التسجيل غنكليكيو على جو كونفير. خاصكم تكوشيو لا كاز جو كونفير لا بريانسكريبسيون على باش دير التاكيد ديال التسجيل، ومن بعد كليكي على فاليدي. من بعد لو كليك على فاليدي كتعطيكم لا كونفيرماسيون اي اونغوجيستري، وهكا كنكونو درتو التاكيد ديال التسجيل للولوج الى المرحله المواليه وهي لافيشاج ديال اللائحه النهائيه بالمعهد الوطني للتهيئه والتعمير.
بعد تأكيد التسجيل، ما عليكم إلا انتظار المرحلة الموالية وهي الإعلان عن النتائج النهائية يوم 14 شتنبر 2020. وما تنساوش إذا عجبكم الفيديو ديروا إعجاب للفيديو، إذا كنتم من الزوار جدد ديروا اشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.